اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء اللي من خلاله جينا نسولكم شكون في نظركم اللي غيكون مرشح للفوز بالبطولة الوطنية، واش فريق الرجاء الرياضي ولا الوداد الرياضي، بحكم انهم الفريقين عندهم مقابلات صعبة للرجاء مع الجيش لمقابلة كلاسيكو. كيف ما كنعرفوا مقابلة كلاسيكو دائما كتمر مقابلة صعيبة على الفريقين، وكذلك فريق الوداد البيضاوي اللي غيلعب المباراة الأخيرة ديالو خارج الميدان كونتر الفتح. دونك ماتشات غيكونوا بجوجهم ماتشات صعاب اللي غيحسموا في لقب ديال هذا الموسم، موسم اللي كان طويل بزاف، عشنا فيه سيناريوهات بزاف ديال تأجيلات المقابلات. دونك غدا ان شاء الله غنشوفوا شكون اللي غيتوج بدرع البطوله، ومن خلاله بغيناكم تشاركونا في لي كومونتير شكون الفريق اللي كتشوفوه يستحق يفوز بالبطوله. اقرا الكومونتيرات ديالكم. خويا مهدي كيقول لنا الرجاء، مراد كيقول لنا الوداد، ان شاء الله حنايا البطوله كنتمنوا الفريق اللي يستحق انه اللي كان مزيان في رقعه الميدان كنتمنوا هو اللي يفوز بالدرع ديال البطوله الوطنيه. لهذه البطوله كانت استثنائيه، كانت يعني اطول بطوله في تاريخ الدوري المغربي بحكم ان تزامنا مع هذا الفيروس ديال كورونا اللي الله يرفع علينا هذا الوباء بهذه المناسبة. أكيد الكل كيتسنى في هذه المقابلات على أحر من الجمهور. بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي بحكم هو اللي متصدر، يعني الا فاز فريق الرجاء البيضاوي ما غيتسنى حتى شي واحد، واخا تكون النتيجه الاخرى كيف ما بغات تكون هو اللي غيتوج باللقب. اما بالنسبه لتعادل وفاز فريق الوداد يعني غيتقلبوا الموازين، يعني غتكون الاثاره والتشويق يعني لا في الملعب ديال الفتح لا في الملعب ديال الدار البيضاء، غيكون هناك تشويق كبير. يعني بطولة هذا العام كيف انها كانت سارعة حتى الاخير وكت يعني بركان كيصعب عليها، دونك خاصها تخسر فريق، خاص يخسر الوداد وتخسر الرجاء، وبركان تربح بنتيجة كبيرة اللي 13 ولا ما يفوق عادي يمكن تفوز بالبطولة، يعني شيء مستحيل. دونك هذا العام شفنا سيناريو طويل وشفنا تنافسية ما بين الفرق، دونك هذا العام غتكون يعني بطولة صراحة بطولة جميلة هذا العام. سيرتو خصوصا الحاجه السلبيه اللي كانت هذا الموسم هي غياب الجماهير على الملاعب، هذه هي الحاجه اللي ما ولفناهاش. كنا دائما كنشوفوا لومبيونس ديال الجماهير يعني كتعطي واحد الفرجه وكتعطي واحد التشويق للمقابله، وحتى اللاعبين يعني كيدخلوا متحفزين للمقابله ملي كيشوفوا الجماهير ديالهم كتساندهم. يعني كنتمناو ان شاء الله من ربي يزول علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الجماهير المدرجات وتشجع الفرق ديالها اللي صراحه افتقدنا بزاف 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 ليها، خصوصا الجماهير ديال البيضاء يعني دائما كيخلقوا الفرجه وكيخلقوا المتعه ولاو معروفين عالميا. دونك وما نساوش جميع الجماهير المغربيه كذلك. وبهذه المناسبة كنهنئوا فريق المغرب الفاسي على الصعود ديالو القسم الأول، وهو لفريق شباب المحمدية اللي العام الجاي غتكون بطولة يعني صعيبة بزاف، يعني كل فرق غيحاولوا ينافسوا على اللقب، غتكون فيها تشويق كذلك، ونتمنوا دائما الأقوى هو اللي يفوز. بطبيعة الحال الجماهير المغربية كنتمنى دائما تشوف إيقاعات قوية من جميع الفرق، اللي زعما الأهم عندنا هو نشوفوا الكرة، واللي كان مزيان
بصح شو هادشي اللي كاين. الودادي كيقول لنا الوداد ان شاء الله. احساس سلوى كتقول لنا الوداد. بالفعل لا جمهور الوداد لا جمهور الرجاء اكيد الكل كيبغي الفريق ديالو يفوز باللقب. اللقب اللي هو غالي على جميع المغاربه، ونتمنوا ان شاء الله لا يكون في المستوى هو اللي غادي يربح باذن الله. فتاح كريزي كيقول لنا الرجاء باذن الله. صراحه غيكونوا مقابلات فيهم تشويق، يعني الكل كيتسنى هاد المقابلات هادو، ان شاء الله يدوزوا في اجواء رياضيه يعني وتكون فيهم الكره. هذا هو البليز امبورطون، هو حنا نتفرجوا في البالون ونتفرجوا في الكره، يعني كيف ما كيعرفوا الجمهور المغربي دواق عزيز عليه الكره وعزيز عليه الفرجه. هذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله. شكون في نظركم كذلك اللي غيكون عليه الضغط بالنسبه للمقابله ديال غدا؟ الضغط اللي الفريق اللي غيكون عليه الضغط اكثر، يعني الرجاء ولا الوداد؟ يعني بحكم بجوجهم، يعني الا الرجاء اللي انا كنظن من وجهه نظري الرجاء غيكون عليه شويه الضغط، لان هي خصها تربح. دونك لا ربحات هي يعني اللي كانت مشفوقه، غتكون دائما كتحس بداك الضغط ديال خصي سالي الماتش، خص دائما ما تخطاش، خص اللعابه ما يخطفوش. حنا كنعرفوا اللعابه اللي كثر عليهم الضغط يعني كيكونوا كتزيد المقابلات صعاب عليهم. وكذلك فريق الوداد يعني حتى هو خصو يربح ويتسنى الرجاء شنو غدير. دونك صراحه المقابله اش غيكونوا فيهم تشويق اكيد 100%، كنضمن لكم انها غتكون الفرجه. بالفعل خويا المهدي الرجاء مع الجيش كلاسيكو، ودائما الجيش مع الرجاء هنايا في الدار البيضاء يعني كيقوموا بمقابله كبيره دائما. ما شفناش ديال الدار البيضاء لا بالنسبه للوداد لا بالنسبه للرجاء. والجيش كذلك يعني كيف ما كنشوفوا حتى هو عنده لعابه شبان يعني غير من الجلد ديالو كثير، حتى هو يعني كيبريباري الفريق ديالو للمستقبل يعني. وكنتمناو كنتمناو الخير لجميع الفرق ان شاء الله، نشوفهم في المستوى السنه المقبله ان شاء الله. سهيل كيقول لنا ان شاء الله اتمنى الرجاء ان شاء الله. خويا اللي كان مزيان هو اللي غادي يربح البطوله. الرجاوي وبخير كيقول لنا نو بالعكس الضغط سالينا منه غادي نربحو ونساليو. بالفعل خويا الرجاوي لكن المقابله ديال غدا يعني المقابله الاخرى يعني غتربح غدير البطوله، البطوله اللي كانت طويله بزاف يعني باشق الانفس، يعني اللعابه شافوا فيها كل شيء. دونك كيف قلت قبل ان المقابله غتصعب سيرتو الا كانت الرجاء مشفوقه، يعني في الدوزاميتر غيكثر عليها الضغط اكثر. اميمه كتقول لنا مربوحه ان شاء الله. حمزه كيقول لنا الرجاء. مبارك يقول لنا الوداد مفخرة البلاد. ويل تشامير كيقول لنا الجيش غيربح ب 4-0. حمزة ديما راجا. عبد الغني كيقول لنا نتمنى الرجاء تشوج بالبطوله ان شاء الله وديما رجاء.
اخونا عبد الله كيقول لنا مقابله سهله بالنسبه للعالمي. ما كنظنش خويا عبد الله مع احتراماتي، لكن المقابله غتكون صعيبه وصعيبه بزاف. كمال كيقول لنا ان شاء الله الراجة. مبارك كيقول لنا ان شاء الله البطولة ودادية. عثمان كيقول لنا البطولة. الكوتش بيرنا لينا البطوله رجويه اكيد، يعني كاين تنافس في لي كومونتير ما بين جمهور الرجاء وجمهور الوداد. هذا كيدل على ان الشعبيه الكبيره اللي عند الفريقين، يعني وبعض الجماهير الغفيره اللي عندهم. لذلك المقابلات غيكونوا يعني صعاب، وحتى اللاعبين عارفين هذه القضيه، عارفين وراءهم جماهير كبيره اللي كتسنى فيهم، كتسناهم يفوزوا باش يفرحوا معاهم. يعني ان شاء الله هادشي كيفرح ان عندنا جماهير كبيره بالنسبه للمغاربه كاملين والفرق ديال المغربيه كاملين. ونتمنى ان شاء الله كيف قلنا من قبل اللي غيكون يعني فيزيكمون تاكتيكمون مزيان هو اللي غادي يربح ان شاء الله. جواد كيقول لنا الرجاء. ابراهيم ديما رجاء. ربا وخليل وحسين ديما رجاء. توريس كيقول لنا البطوله ديال البركان صعيب اخويا توريس، خاص تخسر الرجاء وتخسر الوداد وبركان تربح يعني فوق من 10 البيوت، دونك يعني شبه مستحيل. لكن ما نساوش ان كبير فريق سكيتشيوي اللي شفناهم يعني حرجوا فرق كبار، يعني تغلبوا على الوداد في عقر الدار ديالو في عقر الدار ديال الوداد وفي بركان، وتعادلوا مع الرجاء في التيران ديالهم وفي التيران ديال الرجاء، اللي الرجاء ماركت البيت يعني في الانفاس الاخيره، يعني الهدف ديال رحيم. بركان هذا العام صراحه كنت توجت بالبطوله، كانت تستحق انها تفوز. حفيد من كندا كيقول لنا الوداد ان شاء الله. تبارك الله على الناس ديال كندا والجاليه المغربيه كامله، كنعطيهم